مامي يعني ايه ابو هريره؟ احنا بنذاكر ماس دلوقتي، انت ايه اللي فكرك بالدين؟ طب رد عليا بس بلاش الشبشب والنبي. اللهم طولك يا روح. ابي هريره كان واحد من الصحابه وكان بيروي الاحاديث بتاعه النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. ما انت مدخلين المدارس بالشيء الفلاني عشان ما اعرفش مين ابو هريره؟ احنا بناخد دين الحمد لله. انا عايز اعرف يعني ايه مش مين. انا اسفه، اسفه ان انا جرحت احاسيسك قوي كده. ماشي يا ليمت. ابي هريره سموه كده علشان كان بيحب القطط، وكانت القطط دايما تقعد في الجيب بتاع الجلابيه بتاعته. وهره بالعربي يعني قطه، وهريره يعني قطه صغيره. يعني يا مامي تربيه القطط مش حرام؟ لا طبعا مش حرام، مين قال كده؟ بالعكس، ده ربنا امرنا بان احنا نعطف على الحيوانات. شفت بقى مش قلت لك؟ استني بس، يعني العطف على الحيوان ده يبقى ازاي يا مامي؟ يعني ما نشوف حيوان ما نضربوش، نطبطب عليه، نديله اكل وشرب وكده يعني. واللي بيعمل كده بياخد حسنات؟ طبعا بياخد ثواب كبير قوي كمان. يعني على كده يا مامي اللي بيربي قطه ده بما انه بيعطف عليها وبيطبطب عليها وبيديها الاكل والشرب اكيد بيخش الجنه على طول صح؟ طبعا. ما بالكوا بقى اللي بيربي عيال اشقيه وغلبويه زيكم على الجنه حتف. خلينا بس في اللي بيربي قطط دلوقتي، يعني على كده يا مامي تسمحي لنا ان احنا نربي قطه؟ تربوا قطه فين؟ في البيت هنا؟ لا طبعا. ليه؟ عشان ندخل الجنه، مش انت لسه قايله كده بنفسك برضو؟ لا يا حبيبي، تخشوا الجنه ببقيه عمايلكم، مش لازم يعني تربيه القطط يا فالح. ليه بس يا مامي؟ احنا نفسنا كده في قطتك اللي نلعب بيها، والنبي والنبي يا مامي، ايه اللي هتروحي تحج يا رب؟ أو النبي يا مامي ربنا ما يوقعك في دي أو يوقف لك ولاد الحلال يا رب. ايه ده؟ ايه نظام التسول ده؟ انتوا بتسيبوا المدرسة وتروحوا تشحتوا في الإشارات؟ أنا قلت لأ يعني لأ. ليه بس يا مامي؟ انتوا فاكرين ايه؟ فاكرين الموضوع لعبة؟ دي روح، روح يعني محتاجة اهتمام زي البيبي بالظبط، يعني تأكله وتشربه وتحمه وأنا مش ناقصة هم. يا مامي احنا هنهتم بيها والله. أه والله يا مامي. اهتموا بدروسكم الاول وانجحوا وبعدين نبقى نشوف. وبعدين ابوكم انتوا عارفينه بيصرف عليكم بالعافيه، اقول له كمان يصرف على قطه؟ وبعدين علي بيخاف من الصرصار، هجيب له قطه بلا خيبه. لا تنسوا الاشتراك في قناه شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.